البرلمان الجزائري يعين عبد القادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للبلاد. مساء الخير متابعينا. نبدأ الموجز مع التفاصيل الجديدة التي كشفها القضاء الإماراتي في قضية اعتداء الممثلة المصرية زينة على طفلة في دبي العام الماضي. وقال شاهد عيان كان في المطعم لحظة وقوع الحادثة التي تنفيها زينة أنه سمع الممثلة تصرخ وتسب الطفلة وتضربها على يدها، وحين تدخلت عائلة الطفلة قامت شقيقة زينة بدفع والدتها أرضاً. ومع رفض طرفي القضية التصالح أجلت المحكمة النظر فيها إلى جلسة 15 من الشهر الجاري. إلى النرويج مع المغامر المتهور إسبن هاتلسكوغ الذي كاد أن يودي بحياته لحظة انزلاق قدمه وهو يسير على حبل على ارتفاع كيلومتر في الهواء. ويظهر مقطع الفيديو المهووس بالمغامرة وهو يسير على حبل بين جرفين صخريين قبل أن يفقد توازنه ويسقط، لكن لحسن الحظ كان لدى الشاب حبل أمان منعه من السقوط لحتفه المحقق. خبرنا الثالث من العائلة الملكية في بريطانيا وتحديداً عن الملكة إليزابيث الثانية التي كشفت صحيفة ذا تيليغراف أن دخلها سيرتفع إلى 55 مليوناً و800 ألف دولار في العام الجاري 2019 بعدما كان 52 مليون دولار في 2018. وقدرت مجلة فوربس الثروة الضخمة التي تمتلكها الملكة إليزابيث التي تبلغ من العمر 91 عاماً بنحو 550 مليون دولار. إلى السودان حيث حاولت قوات أمنية فجر الثلاثاء تفريق اعتصام الآلاف أمام مقر الجيش السوداني بالخرطوم بقوة السلاح، وأطلقت القوات الأمنية الرصاصة والمئات من قنابل الغاز المسيل للدموع. ويستمر اعتصام السودانيين للمطالبة بتدخل الجيش لإجبار الرئيس عمر البشير على الرحيل. ويبدو أن الاحتجاجات دخلت منعطفاً جديداً بعد أن بدأ بعض الجنود بدعم المتظاهرين وحمايتهم من قوات الأمن، وعليه فإن قبضة البشير على السلطة ستضعف إلى حد ما. خبرنا الأبرز اليوم من الجزائر، حيث ثبت البرلمان الجزائري في الاجتماع الذي عقده اليوم حالة شغور منصب الرئيس، وأقر بتعيين عبد القادر بن صالح رئيساً للدولة لمدة 90 يوماً وفقاً للمادة 102 من الدستور. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن استقالته من رئاسة الجمهورية، وذلك بعد ساعات من البيان الذي أصدره قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، والذي دعا خلاله إلى تطبيق فوري للمواد الدستورية التي تقضي بالإعلان عن عدم أهلية بوتفليقة للحكم. ختام موجز اليوم من عربي بوست، ما هو أهم خبر بالنسبة لكم؟ أخبروني في التعليقات أدناه، وتأكدوا من متابعتنا على صفحات فيسبوك، إنستغرام وتويتر. أراكم مساء الغد.